يا مساء الفل عليك، وحشوني جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده انا سعيده جدا ومتحمسه جدا جدا جدا. ليه متحمسه؟ متحمسه لان معايا الاستاذ يوسف الشريف والاستاذه هنا خليل، وهم من اصغر الكتاب الشباب اللي مشاركين في العالم الثقافي والعالم الادبي بشكل كبير. وده بياكد لنا ان مش كل الشباب مضيعين وقتهم، ومش كل الشباب مش عارفين هم عايزين ايه. يوسف الشريف كان عنده روايه، مظبوط يا يوسف، مشاركه في معرض الكتاب اللي فات، صح كده؟ وانا مبسوطه جدا ان انت شاركت في معرض الكتاب اللي فات بصغر سنك. ومعايا هنا خليل. هنا خليل كمان كان عندها كتاب لطيف جدا كانت مشاركه بيه في معرض الكتاب السنه اللي فاتت، صح كده؟ السنه دي اه يعني 2023. احكي لي احكي لي شويه عن الكتاب بتاعك. انا اقصد الدوره اللي فاتت. ايوه الدوره اللي فاتت. يلا الروايه بتاعتك اللي كانت مشاركه في الدوره اللي فاتت معرض الكتاب بتاع 2023 كانت عن ايه؟ هي روايه في مصر الادبيه، هي اسم حاره في الجماليه. الحاره دي هي اللي فيها زمان بدا اللي كتب عنه محفوظ طبعا، وهي نفس الحاره اللي عاش فيها المؤرخ جبرتي. وهي قبل يعني قبل ما يكون في شارع الازهر اللي هو اتعمل في تلفزيون القرن الماضي، يعني كانت الحاره دي هي الطريق الوحيد اللي ممكن اللي عاوز يروح جامع الازهر من خلال القصبه الرئيسيه في القاهره لازم يعدي من على الحاره دي. فمركز الحاره ده خلاها شاهده، يعني شاهد على كثير من الاحداث التاريخيه اللي حصلت في تاريخ مصر. بس في الروايه حاولت ان انا اعيد تاني اقرا تاريخ مصر واتامله اخر 70 سنه وتظهره من وجهه نظرك بقى انت. بالظبط. اخر 70 سنه من خلال شخصيه رجل دين بيختفي، اللي هو بيختفي من جامع نشر برسلوناي بعد اختفائه بيتم حكي او سرد حكايات الاشخاص اللي هو طلعت بقى ملامح الحاره المصريه واظهرت ملامح الحاره المصريه من وجهه نظرك. مش هنحرق بقى الروايه اكتر من كده، عايزين نخلي الكلام نقوله في الحلقه. اللي انا عايز اقوله لكم انه احنا سعداء جدا بمشاركه الشباب في العالم الثقافي، وعايز اقول لكم انه الشباب بجد وشبابنا وشباب مصر هم عارفين كويس قوي هم عايزين ايه، وعارفين كويس قوي خطواتهم، واحنا وجودنا معاهم ودعمنا ليهم مستمر طول الوقت. فكان لازم ان احنا نلقي الضوء على الشباب الكتاب والبنات الكتاب الحلوين اللي دايما عندهم الحماس وعندهم الامل وعندهم الطموح وعندهم الخطوات الجديده وعندهم الاسلوب الجديد اللي هيوصلنا لاحسن الاماكن والاعلى المراتب. استنوني رانيا السيد في حلقه خاصه جدا ليحكى انا مع الشباب يوسف الشريف وهنا